تعالوا برضو نروح لأرملة الشهيد عماد الركيبي، شهيد الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، الأستاذة مشيرة إسماعيل. صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور. قولي لي بقى، يعني الواحد ساعات في المواقف اللي زي دي ما بيبقاش عارف يقول ايه او يسأل ايه، بس اكيد انت حاسة انه حق جوزك اتاخد، فقولي لي بقى بتحسي بايه لما بتحسي انه البلد عايشة في استقرار وامان وانه تم مكافحة الارهاب والقضاء عليه؟ كلمة واحدة، بحس بفخر، بحس ان انا فعلا زي ما انت قلتي حق رجالي وحق ولادي رجالي، واهتمام سيادة الرئيس بينا وبولادنا هو ده أكبر حق رجع لنا وخد لنا حقنا، وهو مكمل وإحنا مكملين معاه إن شاء الله. وأكيد حاجة زي دي فخر لكل المصريين، مش ليا أنا بس، مش ليا ولولادي بس. بتقولي لابنك إيه؟ يعني في صورة أهو شفتها. أنت عندك كام طفل؟ أنا عندي ملك ويوسف وياسين. أعمارهم إيه؟ ملك 17 سنة ويوسف 15 وياسين 9. يعني عندك شباب برضو، يعني 17 و15 كبار. بتقولي ايه طيب للصغير 9 سنين؟ الصغير ده كانت لحظة تمني بالنسبة له انه يسلم على السيد الرئيس في التكريم الأخير، افتتاح الجامعة التكنولوجية، وكان بيتمناها يعني، والحمد لله سلم على سيادة الرئيس، وطبعا كان قمة الفخر. كفايه ان كل الناس كانت بتهنيه كانه يعني اخد حق باباه بايده النهارده. بتساليه نفسه يطلع ايه؟ طبعا هما الاثنين نفسهم يطلعوا ضباط، عايزين يكملوا مسيره والدهم. طبعا طبعا. انت عارفه ده معناه ايه؟ باباهم وكل اللي زيه، يعني انه الولاد ما خافتش. الولاد لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. يا فندم ده فخر لينا ان احنا يعني ان باباهم اتقدم للبلد، ده فخر لينا، دي حاجه تشرفنا، بالعكس ما تكسرناش. طب ايه الكلمه اللي عايزه تقوليها للسيد الرئيس اللي تولى قياده البلد والقضاء على الارهاب؟ بقول له حضرتك فخر لينا، وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زي حضرتك، وبجد كمل وكلنا وراك من صغير لكبير، ونتمنى ان احنا نقدم لك اكتر من اللي قدمناه بكتير. انا بشكرك الاستاذه مشيره اسماعيل، ارمله الشهيده عماد الركيبي، شهيد الكنيسه المرقصيه بالاسكندريه، وطبعا تحيه لكل شهدائنا الابرار والابطال اللي الحقيقه عمرنا ما هننسى يعني جهودهم او وتضحياتهم اللي حصلت، سواء طبعا وهم كانوا بيدافعوا عن البلد، ودلوقتي كل نقطه دم احنا هنفتكرها، لانه مصر دايما محميه باولادها من ساعه طبعا حرب اكتوبر، وسلمت المسيره لجيل تاني وجيل تاني بيسلم جيل تالت، واديكوا شفتوا ولاد مثلا الشهيد عماد الركيبي ولاده عايزين يطلعوا ضباط. يعني مصر ما بتخافش، ولادها ما بيخافوش، ما بيقولوش مثلا احنا بابا استشهد فاحنا مش عايزين نروح نشتغل كذا، لا خالص، بالعكس بيجي لهم تصميم اكتر وعزيمه اكتر واصرار اكتر ان هم ياخدوا حق والدهم وياخدوا حق كل الشهداء. فالحقيقه تحيه لكل شهيد، وتحديدا تحديدا كمان امهات الشهداء، لانه دايما انا حريصه على فكره امهات الشهداء، لانه قلب الام مختلف، قلب الام دايما كده يتحط على الراس بوجعها والمها، ولكن ربنا بيرزقها بصبر بلا حدود.